سعداء بعد التأهيل للمرة الرابعة التوالي. اليوم المغرب يؤكد أنه خذ على عاتقه مصاري كرة القدم داخل القاعة، وبغاها تكون دائما في المحافل الدولية نظرا للاهتمام اللي عطيها الجامعة على النوع الرياضي. والحمد لله اليوم غادي نكونوا في كأس العالم المقبلة بأوزبكستان. شكرا. نعطيو الكلمة سيدي ونعم من بعد نعطيو السي رحمون اللي كان معنا ثلاث ادوار هذه كأس افريقيا. خاص الترقوش ديالك. تفضل يا لي دو ميكروفون على مرة. فاتن زهر التوجيه سبورتان كاتبين مخصوص. اولا تحوالك شمروك تأول الفينال المرة الرابعة التوالي وكأس العالم. صراحة كيف نعرف يعني الإصابة ديال جواد، واش غادي عندكم شي فكرة عليها حاليا ولا غادي تسناو الفحوصات واش ممكن يكون حاضر في الفينال؟ وبالنسبة انا عارفة دابا الأولوية عندك الفينال ديال كأس إفريقيا، ولكن بغيت نعرف الأهداف ديالكم في كأس العالم وشكرا. بالنسبة للإصابة جواد ما عرف عليها حتى شي حاجة هاد الساعة، ما نقدرش نقول حتى شي حاجة. اللي هو معلوم أن جواد هو من أحسن اللاعبين في العالم، لأنه تختار في كأس العالم السابقة مع بين خمسة أحسن لاعبين في البرومي تور، كان باقي صغير. نتمنى من الله أن تكون بخير وعلى خير، هذا أمر الله سبحانه وتعالى وحنا راضيين به. الأهداف كأس العالم كما قلتي سابق لأوان التركيز كله على النهائي كبايا، وإن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله بعد النهائي ونهضرو على كأس العالم. السلام عليكم، هادي رحموني إذاعة مدينة اف ام موقع ماتش بريس. أولا سي هشام، أنا دائما شخصيا كنشكرك بزاف لأنك دائما كتدخل الفرحة للمغرب خاصة في هذه الملتقيات لا الإفريقية ولا العالمية. اليوم شفنا المغرب سجل 32 هدف في 4 ديال المباريات، قصة قوية جدا، استقبل فقط 5 ديال الأهداف. لاحظنا المباراتين الأخيرتين، لا المباراة الثالثة دور المجموعات ولا نصف النهائي، أنه لم يتقبل أي هدف. الآن المباراة النهائية هي المباراة الافتتاحية ديال المغرب ضد أنغولا. شفتوا اليوم أنغولا كيفاش يعني بين على الوجه الحقيقي ضد المنتخب المصري، كيفاش كتوجدوا الآن في المباراة النهائية مادام نيتوا على المرة الرابعة التوالية في كأس العالم؟ غتكون مباراة جد صعبة لعدة أسباب، أنه اللاعبين ديال أنغولا بداو تيتحرروا تاهما، حققوا الهدف اللي جاو ليه هنا أنهم لاكوب دي موند، ما بقى عندهم ما يخسروا، غادي يلعبوا يعني بواحد يعني بدون ضغط، ماشي بحالنا حنا مطالبين أننا ناخذوا هذاك ما التأهيل، تركيزنا كله على باش ناخذوا ديك لاكوب. جد صعبة، إضافة للاعبين عندهم مهاريين جدا، عندهم طاقم في مستوى كبير، تنظن مباراة صعيبة وصعيبة بزاف في النهائي. سعيد الدودي من مندي على الوطنية. سي هشام، اليوم شفنا منتخب ليبي ما دارش شي ردة فعل أمام منتخب المغرب، واش هذا راجع أنه منتخب ليبي ما لقى حتى شي حل من الحلول باش أنه يخلق خطورة على منتخب المغرب؟ شفنا الحارس عبد الكنبية كان مرتاح سوي في الحل، ما عرفتش قال لي كاع ما عرفت. باش نكونوا صريحين، يعني المنتخبات جات عندها واحد لوبجيكتيف واحد هو تأهل كأس العالم، فالطريقة باش دبر المباراة في الأول ماشي هي من بعد، يعني صار من بعد ولات تستنى المباراة ما بغاش يبادر، لأنه صافي بدا تيخطط للمباراة الترتيب باش ما يغلطش بعض اللاعبين، لذلك بقاو في دفاع المنطقة. ولذلك هاد المباريات هادو تيختلفوا على النهائي. دابا النهائي أنغولا صافي تكاليفات، يعني غادي تكون الكل، أما المنتخب الليبي في وسط المباراة تحول من أنه كان تيفكر يفوز على المغرب إلى أنه يلعب المباراة ديال الترتيب اللي تقدر ديال لاكوب دي موند. صافي معاك. فقط كنذكر أن هناك ندوات صحفية يوم غد، فباش ما نعطيو ناخذوا كنظن سؤال أخير، وإلا كان شي أسئلة أخرى في الندوة ما قبل المباراة النهائية اللي تكون يوم غد إن شاء الله. تفضل نعطيو شوية. سي هشام، باسم زملائي الاعلاميين
نبارك لك التأهل للمرة الرابعة عن التوالي بكأس العالم، وهذا فخر لكرة القدم الوطنية. سي هشام، قبل بداية لاكور دافريك قلتي بأنه لأول مرة ربما خلقت ثلاثة ديال المجموعات داخل الفريق الوطني المغربي، وهذه أول تجربة تأخذها في كأس إفريقيا للأمم. بغيت نعرف سي هشام، هذا البصمة ديالك اللي درتيها اليوم مع الفريق الوطني المغربي، واش أنت راضي عليها كل الرضا على مستوى الأداء العام ديال اللاعبين، على مستوى المجموعات؟ لأن شفنا ما كاينش ولا تفاوت على مستوى الأداء، كل ما دخلت مجموعة كتدخل مجموعة أخرى ما كنشوفوش واحد الريتم هبط، أو إلى غير يعني شفنا الريتم تيبقى بنفس الوتيرة. بالنسبة لك سي هشام، واش أنت راضي على هاد ثلاثة ديال المجموعات، هاد البصمة وهاد الستيل الجديد اللي أنت دخلتيه للفريق الوطني المغربي؟ شوف، سؤال جد مهم، لأنه كيظنوا البعض أن الفوتسال راه متعة باش تلعب بالجروب، وهذيك الانتنسيتي ديك الشدة اللي تتبدا من الأول حتى الآخر وتبقى ضغط وعارف أنك معرض للهجومات المضادة ويكون لي ترانزيسيون تطلب لي لياقة بدنية كبيرة وكبيرة بزاف. معدل التدريب ومعدل تدريب اللاعبين ديالنا في المنتخب في اليوم هو 5 ساعات، يعني عندهم حصة الصباح وعندهم حصة في العشية وعندهم حصة اللي تكون في الفيتنس ديال التقوية، لأنك تلعب في واحد كتبقى كتستعمل القوة وكتستنزف الطاقة. فلذلك نورمالمون داكشي اللي وجدنا ليه اللي تهيئنا ليه كان الواجب عليا أننا نزعمو نلعبو بهذه الطريقة هذه، ما نبقاوش نجاريو. يعني من بعد المشاكل مثلا تلقاو المنتخب المصري زعما فريق متمرس، لكن هذاك التغييرات وان اللياقه البدنيه شويه خانتهم في الشوط الثاني. انغولا تبارك الله تيلعبوا كاملين مهاريين، حتى هما قرابين شويه في لوستيك. نتمنى ان التصور ديالنا في النهائي، وهاد المساله اللي قلتي ان المجموعات مثلا بوكو دو ستاج والخدمه خاصها تبان ان شاء الله في النهائي، ولكن نتمنى ما يكونش شي ضغط ولا شي تغيير. هاد هضرتي على المجموعات، واحد المجموعه تهرسات لنا بغياب اللاعب جواد اللي بين أبرز العناصر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.